السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام ورحمة عليكم السلام ورحمة الله. عليكم ده السلام ورحمة كام الله. حد كام السلام واحد معانا دلوقتي ولا محدش يعرف؟ أكثر من 12 مع حضرتك يا دكتور. أنا 21 يا دكتور. 21 دلوقتي؟ أيوة 21 يا دكتور. طب خير وبركة، الباقي بيتفرج على الماتش ولا ايه؟ فين بقيت ال 150؟ طيب المهم ال 21 اللي معانا دول لهم اي اسئله بخصوص الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها ولا هنتكلم فيها النهارده، اللي هي سواء محاضره الكومبوزيت او محاضره الالتيميت. هو دكتور احنا كنا عايزين حضرتك يعني تعدينا على الشيب كده سريعا برضه يعني. انا واحد فيهم على درس قصد الشيب المسألة يعني. ولا ايه؟ على درس الشيب الفكرة العامة يعني وكده ومقارنة بالخرسانة العادية بالخرسانة المسلحة. اللي هو الاختلافات عشان الكومبوزيت كده الناس ولا بتسأل من ال... اه لا درس الشيب درس الشيب الايه؟ لا الشير درس مش الشيب المرة يا دي، دكتور ده مش درس المرة دي؟ الشير مش المرة دي، درس ماشي الشير يعني بعد الكويز بتاع الالتيميت اللي هو يوم السبت ان شاء الله. إن شاء الله. احنا النهارده المفروض الناس اللي سمعت محاضره الكومبوزيت سيكشن ومحاضره الالتيميت ممكن البي دي اف بتاعهم قدامي اهوت، استعرضه اجيب الصفحه اللي فيها اي سؤال او اي استفسار بالنسبه للكومبوزيت والالتيميت. فلو في حد عنده اي سؤال في الكومبوزيت البي دي اف بتاعه مفتوح، المفروض ان ده ظاهر قدامكم يعني تاني سلايدز في الكومبوزيت، يعني اي حد في سؤال في الكومبوزيت نروح له و نشرحه يعني. دكتور بعد اذنك، اتفضل. احنا كنا شغالين مع دكتور حازم ان احنا لما بنشتغل في الوركينج كنا بنجيبه نسبة ما بين البي تي والبي اي، دي تنفع هنا؟ يعني شغالين في الوركينج يعني ايه نسبة كنا البي بدل ما تي نحسب والبي اي؟ كنا بدل ما نحسب الإجهادات تاني يعني بالنسبة للبي تي على الاريا والعزم بتاعها كنا بنجيبه نسبة يعني مشتغلة نسبة هي هيها صح؟ لا انا مش فاهم عشان اقول لك ايه هي يعني البريس تريسنج فورس اللي هي القوة اللي محطوطة في الكابلات سواء كان كابل واحد او كابلين او ثلاثة او اربعة او خمسة، ده لو تمام كانت بوست تنشن هيبقى عدد الكابلات محدود، لو كانت بري تنشن هيبقى كل واير او كل ستراند معمول لوحده، ممكن نلاقي الكاميرا فيها 20 واير 20 واير 20 ستراند 15 اعداد كبيره كل واحد منفرد لوحده لان كل واحد خرسانه مغلفان. البوست تنشن كل مجموعه وايرز او مجموعه ستراند محطوطين في خرطوم بنسميه الدكت، دول بيتشدوا بالمكنه في الاول قوه بنسميها البي جاكينج، القوه اللي بنشد بيها لحظيا كده لما نربط بيحصل لوسز نتيجه للانكرج سيت اب، بيحصل لوسز نتيجه للالاستيك شورتنينج، بيحصل لوسز نتيجه للفريكشن. فبسرعه كده بيبقى عندنا القوه البي جاكينج ولتكن مثلا 400 طن نزلت ل 350 بسبب الفواقد اللحظيه. في فرصه تاني انها تنزل من 350 ل 300 بعد زمن بعد سنه سنتين بسبب الفواقد المعتمدة على الزمن وهي الشرينكج والكريب والريلاكسيشن وهكذا يعني. دي بقى المسميات بي جاكينج بي تي وبي اي. بي اي دي اخر واحدة اللي هي من 75 ل 80% من البي جاكينج او من البي تي
اللي هي اللوسز المعتمد على الزمن. انا مش فاهم بقى سؤالك يعني ايه بتاخد نسبه. يعني احنا دكتور مثلا لما كنا بنشتغل في كحسابات من الترانسفير للوركينج تمام، احنا كنا في الترانسفير مثلا في من الترانسفير للوركينج او من الترانسفير لللايف تايم او من ترانسفير للسيرفيس تايم، يعني دي يكون عدى بقى الفواقد المعتمده على الزمن. دي من النسبه بنديها لك. انا بتكلم حسابيا بس مش اكتر، يعني بتكلم ان احنا بدل ما كنا مثلا لما نروحوا في الوركينج بدل ما نقوله البي اي على الاريا بتاعت الاريا كونكريت. ايوه والبي اي في الاكسنتريستي، فكنا بناخده يعني كنا بنقوله ايه زي نسبه من الاجهاد اللي هو بتاع البي ترانسفير، كنا بناخده نسبه البي ترانسفير على البي اي بدل ما نعيده الحسابات تاني بس مش اكتر. يا راجل يعني اذا كانت النسبه الفا بتساوي 80% او بمعنى ادق اللوسز 20% المعنى واحد يعني، فانت لما بتعمل الاستريسز في مرحله الترانسفير وبترسم شكل توزيع الاجهادات نجيبها لك في احنا عندنا منها حاجه هنا كده في المثال بتاع الكومبوزر. المثال بتاع الكومبوزيت اللي انا فاتحه ده ظاهر قدامك؟ ايوه ماشي. في هنا بص، في هنا عندك ايه الصوره دي، القطاع الاي سيكشن اهوت، وبعدين في البي على الاريا. لا المثال مش باين. ده المثال اللي انا فاتحه قدامك؟ لا هو ده اللي باين اللي هو اللي فيه باين المحاضره بس دي في المحاضره. ده المثال بتاع المحاضره. دكتور بعد اذنك، في ناس عايزه تخش الميتنج بس حضرتك ممكن تقبلهم؟ حصل ماشي خلاص. اللي باين على الشاشه قدامك ايه يا هندسه؟ ده باين المحاضره مش باين. ما دي المحاضره، ما ده المثال اللي بالارقام اللي في المحاضره. لا المثال اللي بالارقام مش باين يا دكتور. ايه اللي باين كده؟ كده تمام، مفيش حاجه باينه يا دكتور. كده تمام كده تمام. طيب دلوقتي لو ندقق في الصفحه اللي باينه قدامنا ديت، ممكن يا دكتور نعمل زوم شويه بس؟ نعمل زوم شويه. دكتور هو حضرتك قابلت الناس اللي عايزه تخش؟ قابلتهم تمام. في حد غيرهم؟ تقريبا في واحد بيكتب اللي هو عايز واحد يخش. طب خلاص حصل اهو. طيب واضح كده اي سيكشن مكتوب عليه قبل وجود البلاطه ده باين قدامكم؟ ايوه دكتور واضح. طيب اللي هو القطاع اهوت اللي هو الاي سيكشن متماثل، واي 1 اللي تحت دي زي الواي 2 اللي فوق. حاجه بنعملها البي على الاريا. احنا دلوقتي في مرحله الترانسفير، يعني المفروض ان دي البي قبل اللوسز. يعني يمكن الدكتور حازم بيقسمهم ثلاث مراحل، دي جاكينج وبعدين بي ترانسفير وبعدين بي افكتيف. البي ترانسفير والبي جاكينج دول بعتبرهم مرحله في البدايه واحده، يعني انا هدي لك بي لوسز وبي بعد اللوسز، يعني مش هنقسمها الى مراحل. ما علينا، انت بتبص على اللي فوق دوت بي على الاريا ديت بي اللي هي الترانسفير على الاريا عطي يونيفورم بريشر بي على الاريا. بعد كده الاكسنتريستي ذات نفسها القوه
اللي في السي جي تحت لما توديها للسنترويد دينيلا العزم هيعمل لك الستريسز كومبريشن تحت وتنشن فوق اللي هو مقداره بي في اي على اي في واي 1 تحت وزيها بي في اي على اي في واي في واي 2 فوق. شايف الماوس بتاعي كده بيتحرك عندكم ولا ما ظهرش؟ مش ظاهر يا دكتور. الماوس بتاعي بيشاور مره فوق ومره تحت ولا مش ظاهر على الشاشه عندك؟ لا ظاهر. ظاهر يا دكتور. ظاهر بعد الاثنين الاول دول البي على الاريا والبي في اي على اي في واي 2 دول خاصين بالبري ستريسنج فورس. بعد كده اي قوه اللي قوه اللي موجوده في حاله الترانسفير هي الديد لود اللي هي ام جي على اي في واي 2 فوق وواي 1 تحت. دي مرحله الترانسفير. لما نيجي وبعدين نجمعهم يطلع لنا فوق قوه الاستريس فوق اللي هو ناقص 15% ده كومبريشن ده ما فيهوش منه مشكله. لكن لو كان تنشن كان لازم نقارن ب 22% جذر اف سي يو. واللي تحت دوت اللي هو 6699 دوت برده كومبريشن له مقارنه اللي هي كام؟ نقارن 699 دي بكام؟ في مرحله الترانسفير. حد سمع المحاضره؟ تمام يا دكتور تمام. كام 699 دي قارنها بكام؟ دي باللي هو الاف كومبريشن ترانسفير. كام يعني؟ 48% اف سي يو اي. 48% اف سي يو اي. اف سي يو اي في المساله دي في الاول كانت ب 40 يعني تقريبا نص ال 40 يعني 20. فاحنا لسه 6 20 19 بالظبط كده. لما بيحصل بقى الخطوه الثانيه ديت اللي هي اول مره تعرض لها ان نفس الكلام اللي فوق هو هو ولكن بعد صب البلاطه بعد صب البلاطه. البلاطه لسه خرسانه طريه وده انشورد ستراكشر يعني احنا شادين البلاطه ديت ببلاش جاي حاطين الشده الخشب فوق كده دايركت على الاي بيم ده مش واصلين للارض تحت. وده طبعا ميزه الكومبوزيت سيكشن ده او النظام ده ان انا ممكن اعمله فوق سكه حديد فوق ترعه يعني مجرد ان الونش يجي يركب القمر لان ما عنديش اقدرش اعمل شد على الارض سواء فوق السكه الحديد او فوق الترعه او فيها تحت مني اي عائق ما اعرفش اعمل شده. فنجيب القمر ده سواء كمر حديد او كمر بري ستريس نحطه. ولما بنعمل الشكل شكل حرف اي كده ده بيبقى فيه شفه تحت هي ده تمكنني ان انا الكاميرا ديت واللي جنب منها واللي جنب منها واللي جنب منها لو انا حطيت خشب ارتكز على الشفه دي خشب ارتكز على الشفه دي اقدر من فوق وما اشتغلش من تحت ما احتاجش الارض اللي تحت مني في حاجه سواء فوق سكه حديد او فوق ترعه. فالاي سكشن دي بتمكنني ان انا اعمل شد خشب مرتكز عليها على الشفه السفليه واصب البلاطه. بيبقى وزن الشده ديت اللي هنهمله وزن البلاطه وهي خضره لسه ما شكتش ده متحمل على الاي سكشن. عشان كده زودنا اخر اجهادات في الاخر كده اللي مكتوبه بين قوسين سلاب ده الاجهادات الكومبريشن فوق والتنشن تحت الناتج عن وزن البلاطه. يبقى اللي فوق دي مرحله قبل صب البلاطه. صبيت البلاطه هي نفس الارقام اللي مكتوبه فوق برجعها تاني تحت ولكن بزود عليها المومنت اللي جا من البلاطه. ويطلع برده الاجهادات اللي هي 1.98 فوق و5.16 تحت. دي طبعا اللي فوق كومبريشن خير وبركه اللي تحت كومبريشن مقارنه بال 48% اف سي يو اي. لكن المشكله لو فوق في تنشن اخاف منه وما يعديش 22% جذر اف سي يو اي. ودي اللي اتكلمت عليها انا في الفيديو ان ممكن الناس تكون مش عامله حساب التنشن اللي ممكن يتولد فوق مؤقتا فبالتالي ممكن الكاميرا تتكسر من فوق مش من تحت. الموضوع اللي انت بتسال فيه هيجي بقى بعد كده لما نيجي على اخر حاجه اخر في الاخر خالص اخر صفحه. معلش يا دكتور بس هنا لو شورد تمام هتبقى مش هنضيف طبعا الوزن بتاع السلاب بالظبط ده مش هيبقى موجود معانا. الكيس دي مش هتبقى موجوده اصلا. تمام يا دكتور. البلاطه ديت هتبقى خلاص بعد صب البلاطه زي قبل صب البلاطه لانها شورد. اخر صفحه تحت خالص
ركز بقى، هي دي بقى خلاصه المساله يعني، ده اللي بنبص عليها، بنبص عليها في الامتحان، لو الارقام دي كلها مظبوطه والخطوات اللي قبل كده شغاله والانرشيا اللي حسبتها شغاله. وبالمناسبه بس قبل ما انسى، من اهم حاجه في المساله دي، وانا قلت الكلام ده في الفيديو برضو، اهم حاجه في المساله دي انك تحسب الانرشيا للبيم والانرشيا للكومبوزيت سيكشن، وتعرف الواي 1 والواي 2 في الحالتين، سواء في الكومبوزيت او في البيم الاصلي. يعني البيم الاصلي هنا عندنا سهل لانه متماثل، لكن لما يبقى كومبوزيت لازم الحسبه ديت نتدرب عليها كويس جدا جدا، يعني لان هي دي اللي ايه بتضيع درجه المساله لو احنا ما حسبناش الوايات دي صح والانيرشيا صح. نرجع تاني للاستريسز اللي موجوده قدامنا. عندنا ستريس اولاني هو الفا، الفا نسبه اهي في بي على الاريا، النسبه اللي هي 80% اللي انت كنت بتتكلم عليها. انا مش هحسب تاني، انا هاخد اللي انا حسبته قبل كده واضربه في الفا، وبعدين الناتج من البري ستريسنج فورس اكسنتريستي الفا بي في اي على اي. ده قديمه كل الشغل ده اللي هتحسب قبل كده مره، والاون ويت زي ما هو تاني، والسلاب زي ما هي في الاول. كل ده بيأثر على القطاع الكاميرا الاصلي. ما هو قادم من احمال اللي هو ممثل في بقيه الديد لود في السلب، وزن العربيات بيعمل ام لايف لود. ام لايف لود بقى بتشتغل على النيوترال اكس تاني خالص. لو تاخد بالك من نيوترال اكس سواء في الشكل الاولاني والتاني والتالت والرابع، الشكل الخامس تلاقي النيوترال اكس بقى بيشتغل على سي جي تاني خالص، والعلاقه ام ال على اي كومبوزيت في واي 3 تحت منها بشويه عند مستوى الكاميرا بينضرب في واي 2، في تحت خالص ينضرب في واي 1. واي 1 في حاله الكومبوزيت اللي هي المسافه من السي جي قطاع الكومبوزيت لحد تحت خالص، وده ام لايف لود. دكتور بعد اذنك بس في ناس كاتبه عايزه تخش. احنا مش قلنا الساعه 9؟ ما اصل هم لما لقوا المحاضره عندنا ابتدت 9 وثلث، فما لقوش اللينك بتاع المحاضره، فقالوا ممكن الدكتور لغى بقى المحاضره. واحنا بنبعت لينك ولا كل الناس مفروض معاها؟ لا، هو لما حضرتك بتعمل المحاضره فبيظهر اشعار ان المحاضره ابتدت سليم، ففي انا واحد من الناس ما ظهرليش الاشعار ده، فانا قعدت احاول اقعد اعمل ريفرش عبال ما جالي. طيب الحمد لله، الف مبروك يا عم. الله شكرا، الله يخليك يا دكتور. في ناس مش موجوده في التيم، يعني مش عارف يدخل التيم. ايه ده؟ من ده مشكله ازليه من الاول، مش المحاضره دي يعني ولا ايه؟ تقريبا من اول السنه. الناس من اول سنه مش عارفين يخشوا التيم بتاع الماده دي. في اغلبيه الناس كتير خالص مش. طب خليني ايمان يعني يدخل على مهله بقى في الصيف ولا في اي حته يعني. يعني مش عارف يدخل التيم من اول السنه يعني. ماشي، ما علينا يعني، الموضوع بقى له شهور يعني ما حلوش، هيجي حلو دلوقتي. هي الفكره دكتور ان مندوب الدفعه عمل لنا قناه اسمها قناه ارستو على اليوتيوب، بتنزل عليها بينزل عليها كل الفيديوهات والسكاشن وكل حاجه، فاحنا بنروح عليها. قال لنا عليها نروح احنا كمان عليها ولا ايه؟ المهم تقريبا النقاش اللي احنا بنتناقش معاه ده تقريبا ده مسجل صح ولا غلط؟ اعتقد حضرتك ممكن تسجله وممكن ما تسجلوش. لا هو بيتسجل. متهيألي هو بيتسجل كده بتسجل يعني كده معاكم برضو يعني هتقدر تحصل عليه بعد ما نخلصه؟ هتقدر أيوة تحصل عليه على التسجيل هيبقى عندك يعني ولا لازم انا ابعته لك ولا ايه؟ لا دكتور حضرتك لازم ترفعه تاني بعد ما تسجله. والله؟ طيب مش سهلة ان شاء الله. خلينا بالشكل اللي موجود على الشاشة ده يعني بيغطي لك الجزء كمان الاولاني بتاع الاناليسز اللي قاله الدكتور حازم، اللي هو يعني ده at time life او life time او at service او at working load مكتوب فوق اهوت. الحاجات اللي مكتوبة فوق ديت ممكن تسميها كان زمان يسموها at infinity، يعني بعد زمن بعيد شوية، او ات سيرفيس لايف. المهم ده بعد حدوث جميع الفواقد. يعني استفدنا ايه بعد حدوث جميع الفواقد؟
ان البريست ريسنج فورس الاولانيه دي على الاريا بس مضروبه في معامل تخفيض بتاع الفواقد الفا ل 8 من 10 المساله بتاعتنا. وبعدين الاكسنتريست بتاع البريست ريسنج بتعمل مومنت عكسي يدي تنشن فوق وكمبريشن تحت، وبعدين الاون ويت تعمل تنشن كومبريشن فوق، وبعدين البلاطه تعمل تنشن تحت وكمبريشن فوق اللي انا بشاور عليها ديت. كل الحاجات ديت شغاله على القطاع الاصلي بتاع الكاميرا، ولكن اللي زاد عليها ان هي البريست ريسنج فورس افتر لوسز. جالنا لود بعد كده اللي هو ام ال، العزوم اللي جت على الكاميرا سواء من الاسفلت او من العربيات، تعمل مومنت بالقانون ام على اي في واي. بنبتدي نجمع افقيا، هتلاقي الجزء اللي فوق اللي عند التوب بتاع السلاب ده اول مره يظهر، فيجي ينزل زي ما هو كرقم. عند مستوى السلاب نقعد نجمع مرتين، مره فوق الكاميرا بملي فيدينا الرقم الصغير ده، ومره تحت الكاميرا بملي فيدينا الرقم اللي هو 5.2 اللي مشطوب ده اللي هو الرقم ده. تحت بنجمع بقى كل الارقام اللي تحت دي، يطلع تنشن 2.45. ناخد بقى التنشن 2.45 نيوتن، مكتوب لك باللون نيوتن على ملي متر مربع. المقارنه بتقارن مع بوينت 6 جهاز الاف سي يو، المقارنه فطبعا بوينت 6 جهاز الاف سي يو جذر 50 في بوينت 6 ده موضوع كبير حوالي 4، يعني انت عندك التنشن 2.45 فده لازم نعلق عليه. واللي فوق بقى، اللي فوق عندك ال 3.71 ديت، ده استرس في البلاطه. البلاطه دي مصنوعه من خرسانه اي كلام كده، خرسانه اف سي يو ب 30، ولكن لو رحت الجدول في الكود تلاقي الخرسانه ال 30 ديت الاف سي يو ب 30 ده تقدر تشيل جهادات لحد 10.5 في الامان، يعني ده مش التيميت. اف سي يو ب 30 يقدر حسب جدول الوركينج يقدر يشيل جهادات لحد 10.5 ام بي، فطبعا 3.71 دي اوكي. ولكن هي برضو قلت بالمحاضره ان 3.71 دي اصلا دي محسوبه على ان البلاطه الاكويفلنت، البلاطه اللي هي عرضها متر وشويه، لكن مش البلاطه اللي عرضها متر و40، دي محسوبه على ان الخرسانه بتاعه البلاطه جود اكويفلنت بتاع ال 50. لو رجعنا تاني للبلاطه ال 30 هيبقى عرضها 140، يبقى بنضرب الاجهاد دوت 3.71 في العرض الاكويفلنت اللي هو متر 8 متر و98 او متر و8 سنتي، ونقسمه على العرض الاصلي اللي هو 140، فال 3.71 دي هتقل وهنقارنها بال 10.5 اللي بنقول عليه. لكن ال 5.2 ديت هتقارن باللي هي كام بقى؟ حد عارف؟ الكود بيقارن الكومبريشن كام في البريست ريست فوق بكام؟ اللي هو الدكتور التنشن تنشر ووركينج؟ لا كومبريشن اللي هي الاف سي دبليو يا دكتور. ماشي كام معلش، انت حافظين الارقام دي ولا لا اي لازمه خالص؟ 4.10 جذر الاف سي يو. لا 4.10 50 بوينت 4 في ال 50 بوينت 4 في الاف سي يو. الموضوع مش كتير قوي، يعني لو كومبريشن في مرحله الترانسفير تحت 48% اف سي يو اي، كومبريشن بافتر ترانسفير او في اللايف تايم فوق بوينت 4 سي يو، احنا مش بنحفظهم كده شيء. ها الداتا شيت احنا مش حافظينهم، بننقلهم الداتا شيت. والله بس دول مش سهلين داتا شيت، يعني ما هو في حفظ كتير وكده، فالواحد دماغه مش سايع. ماشي يا عم. بتقارن ببونت 4.2 بونت 4 50، يعني 20، يعني لسه الدنيا بدري جامد يعني في الكومبريشن اللي فوق. والتنشن اللي تحت بنقارنه ب 0.6 جذر اف سي يو ودوت. طيب لو المساله دي فيها حاجه نص سيف، يعني لو التنشن اللي تحت ده عدى المسموح به، تتوقع ايه المشكله؟ ممكن في الاكسنتريستي، يعني انت عندك التنشن اللي تحت ده جاي منين؟ ارجع كده، في تنشن جاي من اللايف لود، تعرف تقلله؟ مش هتعرف تقلل التنشن اللايف لود الا اذا عملت ايه؟ هو التنشن ده جاي من هزود القطاع معاك كده؟
ام لايف لود على اي سي على اي كومبوزيت واي. يبقى انت عشان تقلل التنشن اللي انا بشاور عليه بالماوس ده يا تقلل الام لايف لود. مش معقول نقول نقلل الام لايف لود الناس ما تعدوش عربيات تقيله ولا ايه؟ مش هنقدر نقلل لود. هقلل بقى القطاع. نقدر نكبرها. نزود ابعاد القطاع. نزود ابعاد القطاع، فتزويد ابعاد القطاع هينعكس على كل الصف اللي تحت ده. زودت ابعاد القطاع يبقى زودت الاريا، يبقى زودت ابعاد القطاع يبقى برضو قللت الكومبريشن، هتقلل الكومبريشن ده وهتقلل التنشن ده وتقلل التنشن ده فزيادة ابعاد القطاع. بس في عنصر تاني في اللي قدام كده، لاحظ ان هنزود الاكسنتريستي يا دكتور. زيادة الاكسنتريستي دايما مش بايدك، لان انت عامل الكابلات اوطى ما يمكن. زود الاكسنتريستي هتطلع الكابلات بره القطاع يعني. هو اصلا الديزاين نزود البي، نزود البي، نزود البري ستريسنج فورس. يبقى هو يا اما نزود البري ستريسنج فورس يا اما نزود ابعاد القطاع. ده الايه الحل اللي هو بتاع لو طلع التنشن دوت. مش ممكن نساعد بحديد تسليح يا دكتور بدل البي تي؟ ده موضوع تاني بقى، ده ممتاز جدا يعني اللي بنعمله اللي ناقشناه في الالتيميت بقى. تمام. تسليح النشيء عشان اللي ايه اللي تحت ده حديد تسليح اسمه نان بريستريس، نان بريستريس ستيل، نان بريستريس ستيل كوبري تقيله كده، اللي هو حديد اضافي تحت اللي بنحطه، وده دايما بتحط نحطه نزوده شويه، فده ممكن يساعد في زياده نشيل التنشن اللي تحت ده مره تانية. طب نفتح محاضره الالتيميت بقى ولا حد عنده سؤال؟ محاضره الالتيميت ممكن تشرح لنا الرسمه اللي حضرتك كنت منفذها في الكوبري للتسليح وكده؟ هنروح نروح عند المحاضره. دكتور المحاضره ولا المثال؟ نروح المحاضره. دكتور بعد اذنك بس سؤال بس في الحته بتاعت الكومبوزيت. هو بالنسبه لما احط الكاميرا احطها على الكاميرا احط الكاميرا على العمود، هل بيبقى في اتصال ما بينها وبين العمود ولا هي بتبقى سيمبل كده ركيزه سيمبل؟ لا قاعد على كوتش. قاعد على كوتش. ما فيش اتصال. تمام. كده موجودين يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. ايوه كده تمام يا دكتور. ان النت فصل ولا ايه بالظبط؟ شايفين الشاشه اللي انا عاملها دي؟ الشاشه عندكم ايه؟ هي شاشه بيضاء. شاشه بيضاء.
كده ايه اللي ظهر عندكم؟ تمام كده ظهر ده كالكوليشن اوف ارت. طيب تمام، ده كان بداية المحاضرة، وبعدين التعريف باللجادات المختلفة اللي بتحصل، والكونسبت بتاع الالتيميت والمعادلة الأساسية اللي بالالتيميت. الالتيميت مشكلتنا ان احنا شكل توزيع السترين كيرف اللي هو ده اللي انا جايبه ده شكل كده، فلما السترين يعدي من ما بنعرفش القيمة كان هناك في الخرسانة المسلحة. لما بعد الجلد اي سترين بعد الجلد يكافئ اجهاد اف يلد، السترين يتضاعف برضو الاجهاد لا يتعدى الاف يلد برضو، لكن هنا كل السترين ما يزيد كل الاجهاد ما يزيد معاه، فبتبقى مشكلتنا ان ازاي نحسب شكل السترين. في حد جديد عايز يدخل؟ بتبقى مشكلتنا في حساب الاجهادات لحظه فله طريقه دقيقه اللي هي السترين كومباتيبلتي، وله طريقه يعني تقريبيه. المعادله بتاعتها دي اللي موجوده في الكود، ودي اللي هنديها لك في الامتحان للمعادله دي، ولكن لابد انك تتدرب على مفرداتها جيدا يعني، وتعرف كل رمز فيها بيتحسب ازاي يعني. يعني الحبه اللي موجودين في الشاشه دول كلهم كده هنديهم لك في الامتحان، اللي هو الشاشه اللي على الشمال تحت دي المعادلة اللي بتحسب منها اف بي اس. بس طبعا التطبيق الرقمي هو المهم، انك تفهم الرموز دي بتعبر عن ايه، ولما تطبق فيها بالارقام ونجيب اف بي اس. لو جبنا اف بي اس المسألة خلصت خلاص يعني، الموضوع انتهى. المفردات بتاعت المسألة ديت الاف بي التيميت ده اللي هو الاستريس اللي بنكسر عليه الحديد في الشد في المعمل، ده بنديهولك طبعا، ده او بيجي جاي مع المورد بتاع الحديد، بيدي لك الاف بي التيم بتاعتك وبيدي لك الاف بي ييلد كمان يعني. ايتا بي ده معامل يعتمد موجود على الشمال اهوت، اللي بياخد ثلاث ارقام 68% او نص او 35% على حسب نسبه جوده الحديد يعني. جوده الحديد عندنا بتقاس لو الحديد الييلد بتاعه قريب او من الالتيميت، او الحديد 85% من الالتيميت، او الييلد بتاعه 80% من الالتيميت. ده علاقه في الحديد حسب نسبة الالتيميت للييلد، بناخد المعامل الايتا بي اللي هو الاولاني ده. ميو ده نسب حديد مكتوب موجودة تحت، هي ميو بي عبارة عن مساحة البريست ريسنج ستيل على بيف دي بي. دي بي اللي هي الدبس من فوق خالص لحد مستوى سنترويد البريست ريسنج ستيل يعني. والاف بي التيميت هي والاف سي يو والدي والدي بي. الدي اللي هو المستوى من فوق خالص لحد الحديد النمبر ستريس، ممكن القطاع يبقى فيه كابلات وفي حديد من بتاعنا كمان فاي 18 وفاي 22 وكده يعني. فالدي هي من فوق خالص لحد سنترويد الحديد المعتاد، هسميه الحديد المعتاد، والدي بي للكابلات. الاوميجا والاوميجا داش اللي هو حسب نسبه الحديد الجديد اللي احنا حاطينه ده، اوميجا واوميجا داش اللي هم اللي تحت دول كلها رموز سهله. فلو طبقنا في المعادله دي ولازم نتعود ازاي نطبق فيها ونطبق فيها صح، خلاص مساله الالتيميت تبقى مساله سهله جدا يعني. بعد اذنك في ناس عايزه تدخل. ناس عايزه تدخل؟ واحد؟ ده كان معانا قبل كده ولا جه ولا ايه اللي دخل دلوقتي؟ حد صحاه من النوم ولا ايه؟ ولا الماتش خلص؟ ممكن يكون النت قطع يا دكتور. يكون النت كان قطع عنده بس. طيب الحمد لله على سلامته. دكتور ممكن سؤال بس في الحته بتاعت المعادله الامبيريكال دي، حضرتك كنت بتقول في الفيديو اللي هي لازم شرط تطبيق المعادله دي اللي هي تبقى فيه بوندد، اللي هو فيه اتصال ما بين الخرسانه وما بين الكابلات. طب هو ازاي مثلا في اتصال ما بين الخرسانه وما بين الكابلات وهي اصلا في دكت؟
يعني في بالذات في البوست احنا قلناها في الفيديو كذا مره. اه ما فهم مش ما فهمتهاش والله، جاي عيدت الفيديو مرتين في الحته دي. طب فين ال فين المثال؟ السلايد اللي فات يا دكتور. هو مش حضرتك يا دكتور قلت ان احنا بنحط في الدكت نفسه خرسانه؟ ايوه انت جاوبت على الراجل الطيب ده. شايف المساله، شايف شايف المساله الحقيقيه ديت فيها كام دكت؟ 3 دكت تحت. شايف الماوس بتاعي بيتحرك فين؟ ثلاث دكتات دول، كل دكت قطره حوالي 10 سنتي. حاول تتخيل 10 سنتي كده بايدك كده ماشي. دكت من دول فيه 14 ل 18 7 واير ستراند، اللي هي الكابلات بتاع ال 7 واير ستراند بتاع البريست ريسنج ده، المفروض تكون شفته او دورت على النت وشفت شكله حتى. ايوه ال 7 واير ستراند، 7 واير ستراند ده ممكن يكون قطره 15 مللي يعني سنتي ونص. فلو جبنا منه كده وحطيناهم جنب بعض وعملناهم حزمه 10 12 15 وعملناهم حزمه وعدناهم في الضغط ال 10 سنتي ده، بيعدوا بقى ازاي؟ بيعدوا المنظر اللي هو في الناحيه الثانيه ده، ده منظر الكاميرا اللي هي في كوبري الدخيله. كل ثلاث كابلات الكابل يتكون من 18 7 واير ستراند معديين كده بالشكل الكيرف ده اللي قدامك ده، وبعدين بيبقى فيه بلوك حديد في الاول وبلوك حديد في الاخر اللي هو ده، وبنشدهم وبعدين نربط عليهم. فبيبقى دلوقتي عندنا المجموعه ال 7 واير ستراند دول اللي هم عددهم من 14 18 20 12 اي عدد موجود جوه الماسوره اللي قطرها اللي هو الدكت، الماسوره اللي قطرها 10 سنتي دي ماسوره جدا يعني. بعد ما تشد الكابلات دي وتثبتها بيبقى في بقيه ال 10 سنتي ده فاضي. ماشي. 10 سنتي ده فاضي، فبنكون موصلين في ثقب في الاول هنا كده وثقب في الاخر. وممكن يكون في ثقوب في النص كده من الكاميرا تنزل من فوق كده وتخش على الدكت. يخرم الدكت كده يعمل خرطوم كده مثلا سي قطره سنتي ونص ولا حاجه ويوصله على الضغط. وبعدين احد الثقوب ديت ويحقن اسمنت، يحقن جراوت. فالجراوت يمشي جوه ال 10 سنتي بين الاستراندات اللي موجوده في الفراغات لحد ما يطلع من الناحيه الثانيه. تمام. لحد ما التعبير البلدي نقول يطلع يبوظ من الناحيه الثانيه. فلما تضغط من ناحيه والمونه دي تبوظ من الناحيه الثانيه يبقى نضمن ان الضغط ده اتملى بالجراوت. بعد يومين ثلاثه الجراوت ده هيشك ويبقى الضغط دوت عباره عن جراوت وماشي جواه استراندات فاضيه. الضغط دوت من جوه مش ناعم قوي يعني، فالجراوت مع الضغط بيبقى كتله واحده، والضغط ده من بره برضو في حلزون الخرسانه اللي صبناها من بره عليه عضه فيه، فده بنسميه بوندد. بوندد خلاص بقى الكابلات دلوقتي ممسوكه في الجراوت والجراوت ماسك في الضغط. تعرف في الحاله اللي زي ديت لا قدر الله لو حصل ان الربط اللي في الاخر ده فك منه شويه، ممكن نعتمد على ان الفك ده ما ياثرش على فقد البريست ريست لانه كله مكلبش في بعضه. ده بنسميه في حاجه كده ان بوندد، ان انا اسيب البتاع دوت من غير حقن، اسيبه هوا كده بس طبعا ممكن يصدي، فعشان ما يصديش بيحقنوا فيه شحم عارف. ايوه اي زيت كده زي زيت العربيات يحقنوه جواه يوم يحميه شويه من الصدى. بس في الحاله ديت بيبقى الكابل او الضغط او الاسياخ اللي في الكابل ديت مش مرتبطه بالضغط يعني يعني جوه سايبه كده. انا ادق لو انا فكيته من هنا اقدر اشده من الناحيه الثانيه لانه محمول في شحم وماشي جنب اخواته، يعني اقدر افكه واسحبه واعمل واحد غيره، ادكك واحد تاني واشده. فده يمكن الميزه الوحيده في الان بوندد ان انت ممكن تستبدل الكابلات ديت بعد 20 سنه. يعني لو واحد تلف اغيره واجيب غيره على طول. ده بيبقى ماشي جوه في الضغط حر. الان بوندد ده بقى له ديزاين تاني لانه طبعا ما هوش متماسك مع الخرسانه، ما هوش كومبوزيت مع الخرسانه،
فله حسابات تانية وله مواصفات تانية. والأنبوند ده ما بتكلمش عليه لأنه استخداماته لا تتعدى 1% 2%، وفي اتجاه إنه هو يعني يتلغي خالص أو لأنه له مشاكله اللي هو لو الكابل فلت من على الطرف خلاص ما أنت فقدته كله. لكن هنا لو الكابل فلت من على الطرف لازال الجراوت اللي احنا حاطينه جراوت قوي ماسكه في اخواته فبيبقوا كلهم كتلة واحدة، ما بنفقدوش لما يحصل له صدع من على الطرف كده ويفك يعني. فالأنبوندد عندنا ده نظام في البريستريد موجود بس في طريقه للانتهاء يعني، بس موجود في الأكواد يعني. فالفرق بين البوندد والأنبوندد ان انا هحقن الضغط ده ولا هسيبه فاضي، ادي الفرق. في كم سؤال بنجيبه في الصح والغلط. طب البريتنشند بوندد ولا انبوندد؟ بوندد. ليه؟ واحنا حققنا حاجه؟ لا ما هو ماسك في الخرسانه، هو ماسك في الخرسانه مظبوط عليه، هي مظبوط عليه. يبقى لما حد يقول لك البريتنشن بوندد ولا انبوندد، هي اساسها ما ينفعش الا بوندد اصلا، ده انا صابب عليه الخرسانه مباشره مش بمشيه في ضغط. فالبريتنشن اوريدي بوندد يعني، تمام. اما البوستنج ممكن تكون بوندد اذا حقنا، وممكن تكون ان بوندد اذا ما حقناش الضغط ده. وصل سؤالك؟ لا 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 وصل يا دكتور. ده شكل مفاده يبين لك ان خلي بالك الكاميرات البريستريست مليانة حديد تسليح من أنواع أخرى، منها الكنات عشان الشير، ومنها الشيرينكج اللي انت شايفه على الجنبين دوت البراندات دي، ومنها لو احنا محتاجين مساعدة من الحديد العادي حاطين 6 سيخ في 32، دول في الألتميت يشيلوا معانا مع الكابلات الأساسية اللي عندنا يعني. لما ان شاء الله تاخد كباري السنة الجاية وناخد نفس الكاميرا ديت ما هياش بريستريز، هتلاقي ان الستة فاي 32 دول عبارة عن 20 فاي 32. يعني انا ممكن نفس الكاميرا ديت لو انا احلها كاميرا مش بريستريز فالغي الثلاث كابلات وازود على الستة دول كمان 20 سيخ، يبقوا 26 فاي 32. لو اتحطوا تحت هنا يبقى ده تصميم كاميرا عادية كوبري عادي مش سابق الاجهاد. سابق الاجهاد بنستبدل الحديد الرئيسي بكابلات رئيسية، وبرضه ما بنستغناش عن خدمات الحديد الرئيسي، بناخد شويه كده يحرصونا امان يعني لو حصل اي مشكله يعني. ده المثال اللي هو اعطيناه، ده المثال ده كان صفحه واحده وسائل يعني كده في اي تعليق وتطبيق مباشر على في الارقام. وبعدين لما دخلنا بقى على الامثله اللي جايبينها من كتاب مشهور، ده الامثله واضحه جدا المفروض تكونوا قراتوها، ولو في اي حته نقول لك يعني سببها ايه وتفسيرها ايه يعني. ده اللي هم المجرد الامثله اللي جبناها من كتاب مشهور، خصوصا المثال الاخير بيجمع ما بين البري ستريسنج اي بي اس واي اس، نوعين من الحديد، كابلات مرخصه في نقطه هنا كده، ممكن تكون كابل واحد ممكن تكون كابلين ثلاثه اربعه ايا كان، اي بي اس 580 اللي انت شايفها دي ولا مش شايفها؟ شايف المسألة دي؟ اه تمام واضحة بقى. الاي بي اس 580 دي المقصود بها ايه؟ مساحة الكابلات. مساحة الكابلات قد تكون كابل واحد، قد تكون كابلين، قد تكون ثلاثة، ولو هي بريتنشن ان شاء الله ممكن يكونوا 10 استرندات مثلا. لا 580 دي ما تجيبش 10 استرندات يعني ممكن تبقى استرندات كتيرة مقصود يعني. ماشي الكلام؟ تمام. ذكروها وهيبقى في كويز يوم يوم السبت ان شاء الله عشان نحط الجزء بتاع اعمال السنة الخاص بالجزء الثاني. واحنا زي ما قلت في الفيديو برضو احنا كنا بنتكلم على 5 محاضرات او 5 موضوعات في الترم الثاني، احنا لخصناهم للثلاث موضوعات رئيسيه بس. الكومبوزيت ده موضوع رئيسي مفيد جدا بنستخدمه
في الكباري، سواء الكباري البريستريزد او حتى الكباري اللي هي مش بريستريزد، لسه اليومين دول بنعمل كوبري سبان 15 متر، فبنصنع الكاميرا بره كاميرا مش بريستريزد خالص، بنصنعها كاميرا بنحط لها حديد عادي، حاطين فيها مثلا 12 سيخ و32 سفلي، ونصبها على جنب كده، وعلى ما يخلصوا اساسات الكوبري الونش يرصهم كلهم جنب بعض يشيلهم كده، وبعدين النتيجه لان الكوبري عالي قوي وعلى مخر سيول، فمش هنعرف نعمل شده واقفه من الارض تحت، فبنعمل الشده منها فيها فوق بقى، بنستغل الكاميرا البري كاست اللي احنا حطيناه ده ونعمل الشده فوق ونصب عليه البلاطه، فده كومبوزيت ولكنه خرسانه مسلحه في بعضه، يعني جزء خرسانه صبناه تحت وحطيناه فوق وكملنا صب البلاطه فوق، ومحتاجناش نوفر الشده لان الارتفاع عالي جدا، فده اناليسيس كومبوزيت عادي برضو، ان في كاميرا في الاول بتشيل نفسها وبتشيل البلاطه، وبعدين لما تيجي العربيات كلا من البلاطه والكاميرا بيشيل العربيات، فاناليسيس كومبوزيت له مراحل، مرحله اولى الكاميرا لوحدها، مرحله ثانيه كومبوزيت الكاميرا مع البلاطه شغالين مع بعض. بيفيدنا برضو في تصميم الكباري المعدنيه، كل الكباري المعدنيه بنرص كاميرات حديد كبيره وبعدين نحط عليها شد بلاطه، فبرضو ده كومبوزيت حديد مع بلاطه خرسانيه، وده كتير هتشوفه في السكه كتير وانت ماشي، كل الكاميرات المعدنيه الحديد ديت معاها بلاطه خرسانيه، فالاناليسيس بتاعها كومبوزيت سيكشن. هو اخر حاجه بقى اللي احنا درسناها ديت كومبوزيت، اللي هي الكاميرا بريستريزد صبناها على الارض وشلناها حطيناها فوق، وبعدين صبينا البلاطه فوق منها، بقت كومبوزيت بريستريزد كونكريت بيم معاها رينفورسد كونكريت سلاب، الاثنين مع بعض يشتغلوا كومبوزيت. فالموضوع بتاع الكومبوزيت ده لاهميته خدناه. بعد كده موضوع الالتيميت ده مهم برضو، ان انا مش كوني صممت كاميرا بريستريزد وعملت تشيك ات ترانسفير وتشيك ات لايف تايم وخدت اللوسز معايا في الاعتبار وقارنت التنشن ب 22 ميجا هرتز اف سي او اي في حاله الترانسفير فوق، وقارنت الكومبريشن تحت ب 48% اف سي او اي تحت في حاله الترانسفير تحت، وبعدين لما حطيت الاحمال كلها قارنت الكومبريشن اللي فوق ب 0.4 اف سي يو وقارنت التنشن اللي تحت ب 0.6 جذر اف سي جذر اف سي يو اللي هي اف سي تي ار، ومش معنى ان انا عملت الاربع تشيكات دول ان الدنيا امان، عايز اعرف انا قد ايه من الالتيميت، يعني انا يمكن الكاميرا بعد ما تبقى سيف في الحاله ديت اجي ازود الاحمال حاجه بسيطه تيجي مكسوره، فعايز اعرف المسافه فين من الوركينج للالتيميت، انا عندي هامش امان قد ايه، فعشان كده لازم الكاميرا تتحمل، لازم الكاميرا تتحمل 1.5 ديد زائد لايف، او بمعنى ادق 1.4 ديد زائد 1.6 لايف. الكلام ده في المنشآت المعتاد، خلي بالك يعني ان شاء الله اذا عشنا السنه الجايه وقلنا لك حاجه تانية، قلنا لك ان احنا في الكباري بناخد الاحمال الالتيميت 1.35% ديد زائد 1.35% لايف، دي ما تلخبطش النفس، دي ده اللود فاكتورز بتاعت الكباري، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في بريست ريزد معاكم النهارده، ممكن هذه الكاميرا تستخدم في الكباري وممكن تستخدم في منشآت عاديه، فعشان كده المنشآت العاديه اللود فاكتورز بتاعتها زي ما احنا قلنا في المحاضره كده 1.5 ديد زائد لايف او 1.4 زائد ديد زائد 1.6 لايف، ده الكلام اللي احنا بنقوله في المحاضره. لكن ما تستغربش لو جينا نتكلم على كباري السنه الجايه وقلنا لك بما ان دي كباري وانت متاكد انها احمال كباري فاضرب 1.35% ديد زائد 1.35% لايف، ده لود فاكتور في الكود على حسب الاستراكشر اللي انت شغال عليه. احنا هنا في الكورس بتاعنا شغالين 1.5 ديد زائد لايف او 1.4 ديد زائد 1.6 لايف، فعشان ما تلخبطش لو سمعت معلومه عن ان اللود فاكتور ممكن يختلف في حاله الكباري. احنا هنفترض ان احنا شغالين بريستريزد، ولكن بريستريزد في منشآت وليست كباري مؤقتا لحد ما ندرس الكباري السنه الجايه ان شاء الله. اي اسئله ثانيه؟ دكتور معلش عندي سؤال بس. اتفضل. المساله بتاعت التي سيكشن. الالتيميت.
كنا واخدين في ار سي 2 كنا بنحذف الجزء اللي هو بتاع الضغط اللي شايله الويب عشان اللخبطه وكده. هنا ممكن برضه على فكره يعني بس المساله مش مساله لخبطه بقى عشان شغله صح يعني الكومبريشن اللي فوق انت شايف الشاشه اللي احنا جبناها دي شايفها يا دكتور يعني الفرصه ان هيبقى عندك سي فلانج وسي ويب عندك اتنين قوه يعني فده هناخدهم في الاعتبار مش هنقلهم دلوقتي يعني ار سي ممكن نعتبر السي فلانج هي تؤدي الغرض وخلاص يعني ونهمل الجزء ده مش مؤثر قوي ولكن كده يعتبر زياده امان صح؟ يعتبر كده زياده امان يعني لا كده بنعمل الصح وبعدين بنوفر مجهود وبعد ممكن نعمل الصح خدنا الويب وممكن انت ما تعمل نص صح تاخد الفلانج وتدينا الدراسه دي تقول لنا والله يا اخوانا انتوا تعبين نفسكم على الفاضي انا لما خدت الفلانشه بس واهملت الويب النتيجه ما فرقتش اكتر من 2% 3% فانصحكم انكم ما تاخدوش الويب انصحنا انت بقى حل الاثنين وانصحنا بس على قولنا خدها صح يعني تمام يا دكتور. دكتور بعد اذنك وبالنسبه لامتحان الفاينل ريتن صح؟ ريتن في كراسه تمام يا دكتور. ريتن الجزئين ريتن سواء دكتور حازم او انا ريتن تمام بلغ الناس وانا في دكتور مسائل مباشره ومسائل من اللي احنا بنتكلم فيها ديت بس الفكره ان في ناس اول مره يمسك الكالكوليتر يحل مساله بيحلها في الامتحان فهتطلع غلط لازم يعيدوا دلوقتي ويقارن بالحاجات دي بالحاجات المحلوله. انا حاسس ان حضرتك بتقول ممكن تيجي في سؤال قلته عن اللي هي الكاميرات البيرستريس ان هي بوندد ام بوندد فانت حضرتك قلت ممكن تيجي صح وغلط فهو افهم من كده ان الامتحان هيبقى في نظري ممكن حته صغيره كده 3 4 جمل كده صح ولا غلط طبعا ما اضمنش ممكن دكتور حازم بيحب النظري انا بالنسبه لي برضه كنت زمان اجيب 10 نقط كده اللي هم يعني انت معانا ولا مش معانا يعني اقول لك مثلا الفريكشن لوسز دي انترميديت ولا تايم ديبندنت جاوب اللوسز طيب بتاعت الفريكشن لحظيه ولا لحظيه طب السبب فيها الخرسانه ولا الحديد الحديد مع الضغط الحديد مع الضغط طيب الالاستيك شورتنينج الالاستيك لا خرسانه طيب ولا في البوست تنشن اكتر الالاستيك في البوست في البوست نص يا دكتور بتاخد نص في البوست يبقى سؤال انا سؤالي هو واضح بقول الالاستيك شورتنينج لوسز في البريتنشن اكتر ولا في البوستنشن اكتر في البريتنشن لا في البريتنشن عشان الثانيه نص نص بس هي لحظيه ولا تايم ديبندنت لا لحظيه لحظيه طيب دي اسئله بقى اللي بنجيبها صح وغلط في من ده كتير بقى عندك يعتمد على واحد صاحي ولا واحد نايم يعني دكتور قول انا في الالتيميت لود في الالتيميت وفي الشير بناخدهم واحد ونص صح ولا هنشتغل واحد شغالين لسه قال دلوقتي اللود فاكتورز عندنا 1.4 ديد زائد 1.6 لايف او 1.5 ديد زائد لايف لما نروح للكباري بقى ويبقى المنهج كله كباري احنا المنهج بتاعنا سيبك من اسمه كباري المنهج بتاعنا بري ستريسد اول مره نعرف بري ستريسد البري ستريسد معظم تطبيقاته في المباني وتطبيقاته برضو في الكباري فلما نشتغل نفس الكاميرا بريستريز يعني ده لود فاكتور ملوش علاقه بالمباني بالكاميرا له علاقه بالتطبيق يعني الكباري ساعتها هناخده 1.35 1.35 انا ما جبتلكش سيره 1.35 دي خالص انا يعني مدالك معلومه نظريه كده في لك يعني عشان لما ما تتفاجئش بيها السنه الجايه بس تمام
طب انا هينزل لي داتا شيت للشير يا دكتور ولا الداتا اللي معايا دي كلها اعتبر كود قديم ومش هتشتغل معايا ولا ايه؟ يعني ايه داتا للشير يعني؟ الداتا شيت اللي معانا يعني ان شاء الله معكش غير الكالكوليتر والقلم والمعادلات اللي اديها لك. تمام يا دكتور. المعادلات المهمه هنديها لك اللي هي سواء في الشير سواء في الالتم. بوضح حضرتك يا دكتور وفي حد سمع الفيديو بتاع الشير؟ طيب بنعمل عليه ميتنج تاني كده يعني ان شاء الله بعد بعد يوم السبت. تمام. هو داخل في الكويز الشير ولا لسه لا الكويز في كويزين، كويز بالالتيميت وكويز بالشير، واما البتاع ده مش هنعمل فيها كويز اللي هي الكومبوزيت، بس جاي في الامتحان الثلاث مسائل جايين في الامتحان رزق يعني. ماشي يا دكتور. في حد عنده اسئله تانية؟ المندوب موجود ولا نايم؟ مش مع الماده تقريبا. وانتم مالكمش مندوب مخصوص بالماده دي؟ هو مندوب تبع الدفعه. لا ملهاش مندوب الدفعه. مفيش مندوب البريستريزد؟ لا هو في يا دكتور، احنا بنجتهد بنتواصل مع المندوب الاصلي يعني، هو بيتواصل معاكم يعني. في انا المفروض يبقى له نائب لشؤون البريستريزد. موجود انا دكتور معاكم وكريم موجود برضه. طيب ماشي يا عم، حاضرين يعني؟ موجودين. طب الجدعان. ايوه دكتور حاضرين. جدعان لو في اي حاجه اتصلوا بالمهندسين المعيدين. مين المعيدين شغالين معاكم الماده دي؟ مهندس شفيق. شفيق لوحده؟ هو اللي بيرد علينا على طول يعني. ايوه في اتنين، في باشمهندس محمود برضه، وفي باشمهندس مش عارف محمود برضه، وفي باشمهندس. طيب ماشي، انا اسمع ان شفيق تابع معاكم يعني، بس محمود ممكن برضه يتابع معاكم الفتره اللي جايه دي لو حد حل حاجه وعنده سؤال ولا حاجة يتواصل معايا مع محمود مع شفيق، بحيث انه ما تخليش نفسك حاجة يعني. دكتور يا ريت بس وقت الكويز يبقى يعني طويل شوية سنة، عشان بيبقى الوقت مش كويس فيه. الوقت؟ لا نزود وقت الكويز ماشي. والإجابات بس يا دكتور تبقى موجودة يعني، بلاش نن دي يا دكتور. حاضر، الإجابات تبقى موجودة وبلاش نن، وهنعمل لك 20 نموذج يعني. ماشي يعني، هنغير الأرقام بحيث إن محدش هيعرف يغش من التاني يعني. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. لازم تحل بالكالكوليتر ولازم. دكتور دكتور قول. هو ممكن نغير معاد الكويس بس عشان في كويس صحية قبلها الساعة 9 بالظبط؟ نغير يا ريس، عايز إيه؟ هو معاده الساعة كام؟ اللي يناسب حضرتك يا دكتور. لا هو الميعاد اللي انت قالوا حضروه، هم قالوا لكم عليه الساعه كام؟ هو انا 9 وربع وفي كويس صحيه الساعه 9 بالليل. 9 وربع يعني 9 وربع بالليل ولا 9 ايه؟ 9 وربع بالليل، وفي قبل منه كويس صحيه الساعه 9 بالظبط. كويس الصحيه اتغير ميعاده. الصحيه الساعه 8 اتغير. المفروض الصحيه هي اللي اتغير ميعادها، مش ميعاد. ايوه الصحيه اتغير ميعادها الساعه 8. الصحيه بقى 8؟ هو 8 بقى الساعه 8. بقت 8. طب واحنا؟ احنا 9 وربع. خلينا نص. ممكن تتاخر شويه كمان، مثلا ربع ساعه كمان، نص ساعه. مفيش مشكله، خليها ب 9 ونص. وكده من كويز يخش على كويز ثاني. طيب ماشي. خليها 10. ماشي يا دكتور 10. خليها 10 ماشي يا دكتور. ماشي كويس. 10 في كويز مواسير برضو. لا 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 لا، الكويزات انفتحت ولا ايه؟ لا دكتور احنا بعد ايه؟ ثلاث كويزات، الساعه 8 وكويز الساعه 9 وكويز الساعه 10. لا لا ما ينفعش، لا صعب فعلا كده. طب نخليه لحد وربع خلاص. هو لحد ممكن في اساسات. في اساسات. في كويز الساعه 1. واحده الظهر؟ واحده الظهر. طب نخلينا احنا الساعه كام؟ عموما انا خلي المندوب يتواصل مع المهندس محمود وحددوا المواضيع ديت يعني سهله ان شاء الله. نخليه لحد عشان نخليه لحد 9 وربع برضه دكتور. نعم نخليه يوم الاحد 9 وربع ممكن.
ممكن ماشي نتفق معاك على كده ان شاء الله. ماشي يا دكتور. ماشي ماشي يا رجال توفيق ان شاء الله. الله يخليك. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم.